من يعطيكم ألف عافية طلاب جو أكاديمي المميزين. اليوم راح أكون معكم أنا أمل مرّوب بمراجعة امتحانك فاينل لمادة الإنجليزي للفصل الأول. ستابعوني بكل الأشياء اللي راح أحكيها. بتمنى أنك تقوم بسرعة تجيب ورقتك وقلمك لحتى تكتب معاي النوت. طيب شباب وصبايا، دائما شغلة بحكيها إنه لازم أنت لما بتدرس كتير تكوني مرتب، لأنه أنا فعليا كمدرسة لما باجي بحط الأسئلة راح أحط لك إياها بشكل مرتب حسب منهاجك، هيك يعني العقل البشري بيقول، تمام؟ فإحنا شو اللي بدنا نسويه؟ رح نترتب في طريقة الدراسة، ورح نترتب في آلية الإجابة كمان، وفي آلية التعامل مع الامتحان. As you see إنه الفصل الأول كان فيه 3 units، كان عندك 3 وحدات، الوحدة الأولى starting out، الوحدة الثانية different cultures different lifestyles، والوحدة الثالثة كانت what's a hero، تمام؟ بديهيا إنه أنا الوحدة اللي ما أخذت فيها امتحان حيكون التركيز عليها وهي unit 3، أوكي؟ نركز مع بعض بكل الأشياء الموجودة فيها، أوكي؟ نشوف شو الديتيلز الموجودة فيها يا شباب. هلا أول شيء بدنا نمسك الكتاب حبة حبة. بلش أدرس اليونت 1. يونت 1 كانت زي الانطلاقة أو البداية. أول شيء لازم تعمله تشوف المعاني كلهم يا شباب ويا صبايا حفظ. آلية الدراسة واحدة، آلية الامتحان أنا كمدرس بحط الامتحان بطريقة واحدة. دائما امتحاننا المألوف إنه قطعة وعليها أسئلة، بعدين سؤال معاني، بعدين سؤال القواعد، بعدين سؤال ضع دائرة fill in the blank املأ فراغ choose the correct answer ضع دائرة whatever، تمام؟ alright. فأنا هلا شو بدي أعمله؟ بدي أدرس في نفس الآلية. خلي دراستك كالتالي: بمسك البيوبلز بوك، بخلص يونت 1 منه، بنط على الورك بوك، بشيك على معاني وعلى كلماته وعلى الاكسرسايزز تبعته الكويشنز تبعته، تمام؟ وبعدين شو بعمل؟ بشوف اذا التيتشر تبعي معطاني ورك شيتس او اشي على الدفتر. بخلص يونت 1 باجي على الفهرس بحط جنبيها تك، بعدين ببلش بيونت 2 وهكذا، بعدين بوقف بستوقف الموضوع عند يونت 3. يونت 3 بديهيا رح يكون القطعة اللي رح تيجي منها. ليه؟ كوني أنا كمعلم أنا ما أعطيتك امتحان فيها، فبحب إني أنا أختبر معلوماتك فيها بعد ما أنا شرحتها، لإني هي الوحدة الوحيدة اللي أنا ما اختبرتك فيها. الشهر الأول قدمته بيونت 1، الشهر الثاني قدمته بيونت 2، صفى عندك اللي هو الفاينل بيونت 3. طيب أنا بدي أحاول أعمل لك سمرايزنج على كل الأشياء، نعمل كفرج زي ما عملنا مع الصفوف الثانية. بهاي الوحدة رح تاخذ قاعدة البريزنت سمبل، present simple اللي هي مس قاعدة المضارع البسيط. لا ننسى، وإنما بسمع بقاعدة المضارع البسيط دغري 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 بدون ما أفكر بغمض عيني وبركز شوي بتذكر الverb one. دائما أربط present simple التنس اللي هي بالverb one اللي هو الفعل الأول. إذا كان الفاعل مفرد بضيف له s أو es، وإذا فاعل جمع لا شيء بضيف له. طيب ننتقل لأول شيء. في عندك هنا فقرة لازم هون أنت البدايات بالبداية، في عندك أشياء لازم تبلش فيها. شوف يا مس إذا في تفاصيل كانت هنا بتهمك أنت بدك تركز معاي فيها. شوف إذا والله أشياء مهمة المس أعطتنا إياها أو مرت عليها لازم أدرسها. Let teens talk. teens اللي هم مين؟ المراهقين، تمام؟ questionnaire اللي هو الأسئلة اللي عندهم، كان في أسئلة أقرأ الأسئلة أشوف الأشياء الموجودة معاي إذا المس ما أعطيتني إياها أو لا. أقرأ الأمثلة، ممكن المس تيجي تجيب لي هاي الجملة على إنها إيش؟ على إنها املأ فراغ. ممكن مس تستخدم لي إياها كقواعد. ما أنسى إنه قاعدة البريزنت سمبل هي بتحب الفيرب 1 الفعل المساعد، هي نفسها الفيرب 1 فعل رئيس، فعل مساعد تبعها هو does و do. إذا كانت مفرد بعطيها does إنه الفعل تبع المفرد بيكون فيه s أو es، وإذا ما فيها فهو الفعل مفرد اللي هو المجرد عفوا بحب كلمة don't، تمام يا شباب؟ فضروري جدا إني أنا أكون مركز بقاعدة الـ present simple. من الـ keywords تبعها إني أنا أجي أشوف كلمات frequently always sometimes اللي هم الـ adverb of frequency، هم ظروف التكرار، ماشي؟ فما ننسى يا شباب هاي النقطة. ننتقل للي وراها. هون أركز يا مس في الموضوع إنه وين ما بشوف كلمات المفاتيح اللي هن every day twice a time once a time adverb of frequency، كلمة frequently دغري بتذكر قاعدة present simple اللي الverb تبعها verb one، verb تبعها verb one، أوكي؟ فما أنسى هذا الشيء، أوكي؟ وما أنسى إنه الفاعل إذا كان مفرد بضيف للفعل s
أو إي إس حسب. متى بضيف إي إس؟ حسب إذا انتهى الفعل بشا جا شا تشا أو إكس إتسترا. أوكي؟ فهون أنا بالنسبة إلي كأمل أهم سكشن كان عندك القاعدة. ضروري جدا تتعامل مع القاعدة وتعمل منها question وسؤال وكل شيء. Keeping traditional Arabian crafts alive. كيف بحافظ على التقاليد العربية حية؟ خلينا نشوف طلع شو بتعمل. أول شيء في عندك معاني، لا تنسى المعاني، ممكن تيجي المس تجيبهم، لو مش جايب الفقرة ممكن تجيبهم بسؤال معاني. فأنا كل المعاني لازم أعرفهم، مش بس من باب أني أنا بدرسهم هنا، من باب يمس يعني مش بس لامتحان، من باب معرفة ذهنية أنا أبني مفرداتي. برجع بقول للمرة الأولى، برجع بقول للمرة الأولى اللي بحكي أنا دائما يا شباب ويا صبايا، فقط التركيز دقيقة. alright. إنه دائما يا مس الصف اللغة الإنجليزية لما بدي أبنيها هي زي العمارة، فأنا مستحيل أجي أبني أكمل بقية البناية وأوصل التوجيه وأنا ما عندي صف ثامن. فضروري جدا المعلومات اللي مزودني فيها هون إني أستخدمها. ويونا طبعا إنه كل القواعد داخلة معكم في امتحانات الوزارة التوجيهي. طيب في هنا عندك آلية السؤال، برضو لسه ما زال مستمر في آلية السؤال من قاعدة الـ Present Simple، فرح ندرسها أكيد كتلخيص، رح تكون موجودة عندك في آخر الكتاب، بحب دائماً إنه نركز فيها. خلصنا موديول 1، باجي بنط على كتاب الطالب اللي هو موديول 2، باجي بشوف شو التمارين اللي معطيني إياها بخصوص هذا الموضوع. I remember ما تتركه، بس ممكن التيتشر يجيب لك منه لو هي حليته معك أو هو حاله معك الأستاذ، ممكن يجيب لك منه في الامتحان، فأنا أتعامل معه كأنه هو جاي، ما بترك ولا اي سؤال. اوكي، بعدين في عندكم هون يا شباب بعد الاي ريمبر في عندك اللي هو اسئله على اليونت 1 على قاعده البريزنت سمبل ومعانيها، فانت بدك تتعامل معها كيف تتعامل معها حسب الموجود. يعني المس معطيتني اياه بيجي بالامتحان، اكيد احنا كل استاذ منا بعطي في اشياء مثلا والله ما بيلحقها، او يعني مثلا ممكن هو يعطيها بطريقه مختلفه لكنه مثلا بيجيبها او ما بيجيبها بالامتحان، فاحنا نعمل حساب لهذا الموضوع. تمام، لا ننسى انه الاس بتروح مع المفرد والار بتروح مع الجمع. تمام، اوكي. اللي وراها بدي اياك تعرف كيف تعمل حاله سؤال وحاله نفي من البريزنت سمبل. طبعا انا حاعطيكم امثله هلا، راح الخص لك كل وحده شو فيها، بس نعمل سكيمينج سريع وبعدين راح اعطيك شو بدي. نفس الشيء هنا، نقرأ الأفعال نشوف إذا في مطلوب معي شيء. هون كانت داخلة مع قاعدة الـ Present Perfect، has و have والتصريف الثالث، كان في مراجعة على قواعد السنة السابقة، فضروري جدا إني أنا أكون منتبه. Past Tense اللي هي الـ Past Simple اللي هو الـ Verb تبعها Verb 2، الفعل المساعد تبعها اللي هو كان Did، كيف بقوم بعملية النفي وعملية السؤال. صفى عندي فيه ثلاث قواعد، قاعدة الـ Present Simple، Past Simple، وقاعدة الـ Present Perfect، ما أنساهم، هلا رح أشرح لك إياهم. تمام؟ alright. في هون نص ومعاني لازم already أكون حافظ المعاني هدول English to English الموجودين. طيب خلصنا unit 1، انتقل ل unit 2. unit 2 بتتعامل معها بنفس الآلية، unit 2 بتتعامل معها بنفس الآلية، بتروح على pupils book بتبلش تدرس فيها. رح يكون في عندك هون ال present continuous ومقارنته مع ال present simple، صار في عندي أربع قواعد: past simple، present continuous، present simple، و ايش كمان الـ present perfect. تمام، اشوف الفقرة، ممكن اذا مسألت لي ادرس منها اشي يجي بالامتحان، اشوف معانيها، اطلع ماشي، ما اترك شيء. هدول المعاني اللي بالبوكسز مس كله مهم، كله مهم، ما في شيء بينحذف. اقرأ قد ما اقدر اني اقرأ القواعد، اجي هون اميز ما بين الـ present simple والـ present continuous. هلا حاعمل لك differences سريعة ما بينهم، بشرح هيك مختصر عشان انت تميز، ما بدي اطيل بالحكي عليك، واشرح لك كل واحدة منهم على حالها. في عندك هون كل فقرة مكتوب فيها reading هي محتمل انها تيجي بالامتحان على انها فقرة وعليها اسئلة. آلية حل الاسئلة مش دائما امشي بالتدريج. تمام، انا رح احكي لك هلا عن آلية وضع الأسئلة بالذات للفقرة. لما بكون في عندي فقرة وعليها أسئلة يا شباب، اول شيء لازم اطلع على الأسئلة. هلا اذا السؤال يا مس، اذا السؤال كان موجود عندك بده
yes no question رح يكون جوابه yes أو no، ما رح يبلش فيه أداة السؤال اللي هي WH. بينما إذا كان السؤال بده جواب، يعني سؤال أداة سؤال اللي هي what where etc، بده جواب عادي، معناته أنا هون بتكون الجواب كلمة، فأنا أطلع على هذا الشيء أشوف إذا المس طالبة مني. هون أتوقع إنكم أنتوا صار في حد فاصل، ممكن صرتوا في بعض ديكم ياخد أسئلة كبيرة زي code the sentence، اقتبس جملة كيف تطولها نفسها من الفقرة، find out a word which means كذا، الكلمة اللي معناها هيك 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 etc. الضمير على مين بيعود؟ ضروري ترجع بالضمير تشوف لمين بيعود بالأصل، إذا بيعود على مفرد رجع على مفرد، إذا بيعود على جمع رجع على جمع، وإلى آخره. تمام؟ ننطلق للي وراها. كان في هون مراجعة لUnit 1 و 2 كتير مفيدة إليك إنك تستخدمها، بحب أنا دايماً نحلهم، أوكي؟ ما بحب إني أتركهم. بترجع لكتابك الورك بوك، بس ترجع لكتابك الورك بوك شوف إذا في معاني، إذا في تطبيقات على القواعد اللي حكينا عنها كلها لازم تقرأها، ولا يمس تترك أي تمرين في كتابك الورك بوك نهائياً أبداً أبداً. تمام؟ في عندك قسم الجرامر رح يكون في أسئلة كافية لإلك إنك أنت تحلها. إن شاء الله أنا حسجلكم المنهاج next semester بإذن الله. تمام؟ حاول تميز ما بين استخدام قاعدة الـ present simple والـ present continuous. alright. بعدين في عندك هون يا مس تستخدم لي المعاني English to English تحفظهم، أكيد المسات أعطوكم إياهم والteachers تاعونكم. بعدين في عندك هون الكوميونيكيتنج، إذا في إشي عندك بيخص البنكشويشن أو بقسم الرايتنج، متى ببدأ بالكابيتال لتر، متى بنتهي بالنقطة، متى هاي الأشياء كلها، إذا موجودة كلها لازم أنت تعرفها. تمام؟ طيب لي هيها فوكس اون رايتنج، تدرس الكابيتالايزيشن رولز، متى بستخدم الكابيتال، متى بستخدم السمول، الاي دائما كابيتال اذا بحكي فيها عن حالي، كل هاي الاشياء انت لازم تكون واعي لها 100%. تمام؟ بعدين في عندك هون قسم السبيلنج، انك تدرس طريقة كتابة الكلمة وتستخدم فيها القاعدة الصح باستخدام قاعدة البريزنت كونتينوس او قاعدة البريزنت سمبل، فهذه من الاسئلة الجميلة. بس guided writing يعني الكتابة المتحررة، اني انا اجي احرر اخطاء، ماشي احرر اخطاء، هذا النوع من الاسئلة اللي انا بحب تتعودوا عليه، يمكن مش كل التيتشرز بجيبوه بالامتحانات، بس بحب من الناس اللي بحب تتعامل معه. ليه؟ لانه هو بفيدك في المستقبل، يعني حيضل معاك للابد. اوكي، هون كان في عندك زي مراجعة، فضروري وحلو إنك تحلها. وصلنا للنقطة والمرحلة الأهم. النقطة الأهم يا شباب هي مرحلة إيش؟ مرحلة إنك توصل ليونت 3. يونت 3 يا مس، يونت 3 بدك تدرس كل الإليمنتس اللي ذكرت معك فيها وبالتفاصيل المملة. ليش؟ لأنه أنا كمس أنا ما جبت لك امتحان فيها، فأنا لما باجي بدي أحط امتحان دغري راح أفكر فيها، أفكر في قطعها، أدرس القطعة، حط عليها أسئلة من عندك، حاول إنك تجاوب عليها، شوف أسئلة مقترحة عن النت. أنا راح أنزلكم امتحان إن شاء الله سبيشال هيك يكون لكل المادة، ويحيكون في قطعة بتخص يونت 8. تمام؟ أدرس المعاني، راجعهم كلياتهم، هدول كتير مهمات إنك تستخدمهم. ترو هيرو، هاي فقرة مهمة، شوف شو الأشياء الموجودة فيها، اعرف معانيها، اعرف الضمائر عمين بتعود، ادرسها كاستيعاب وتحليل. بعدين انتقل لقاعدة الباست كونتينيوس مقارنة مع الباست سمبل، صار في عندي خمس قواعد، بريزنت سمبل، بريزنت كونتينيوس، باست سمبل، باست كونتينيوس، والبريزنت بيرفكت. هلا رح أحكي لك عنهم كلهم بصفحة واحدة. alright، كيف بدك تعمل جمل باستخدامهم؟ شو يعني sequencing؟ يعني تسلسل. بعدين نشوف إذا في عندك هون في عندك فقرة أو إشي تدرسه كله هاد. رفايدة تدرسها كفقرة وتحط عليها أسئلة. تمام؟ تدرس هون البارت اوف سبيتش، يعني بارت اوف سبيتش اللي هي أقسام الكلام، ناون يعني اسم، أدجكتيف يعني صفة، الفيرب يعني فعل، فضروري جدا إني أنا أعرفهم. تمام؟ كلياتهم هدول لازم إنك تعرفهم، تشوف الكلمة وتحدد إيش البارت اوف سبيتش. هون وصلنا لمرحلة التمييز ما بين البارت اوف سبيتش، ضروري جدا تنتبه لهم. رايتنج ستوري ممكن يطلب منك وممكن ما يطلب حسب المس تبعتك إذا علمتك تكتب قصة أو لا. تمام؟ وفي عندك مراجعة، هيك أنت بتكون خلصت. هلا فعليا القطعتين المهمات هم قطع آخر وحدة، أنا بالنسبة إلي كأمل هم آخر وحدة. ليه؟ لأنه أنا أصلا أوريدي ما أعطيتك فيها امتحان. خلصت، تروح على كتابك الورك بوك، حل كل التمارين اللي بتخص هاي الوحدة، ماشي؟ شوف كل شيء معك فيها،
تناقش، اقرأ، ما تخلي ولا مثال، لأنه أوريدي أنا رح أركز عليه في وضعية الأسئلة، تمام؟ المعاني كلها أدرسها. في آخر كتابك الورك بوك يا شباب دايماً يا مس في عندك قسم اسمه قسم، هيدي أفتح عليه ورا، أول شيء الإرريجولار فيرب الأفعال المش منتظمة موجودة معاك صفحة 70 I think، صفحة 70 ما يسبقها قسم المعاني. أنت مطلوب معك معاني يونت 1 و 2 و 3، فأنت مطلوب معك لهون تحفظ هذول موديل 4 مش مطلوبين معك. بعدين في عندك قسم القواعد أنت تقدر تستفيد منه، قسم القواعد أنا دائما بحب أحكي للطالب عنه، اللي هو موجود عندك يا مس هون قبل المعاني أو بس يمكن بالكتاب الثاني. أوكي خليني لقمي شيك. يس القواعد موجودين عندك في كتابك البيوبلز بوك. هلأ شايف هون هذا شرح أنا كمس باجي بدي أحط امتحان لصف تامن، بلتزم باللي طالبه الكتاب، أدرس اللينكينج ووردز، اقرأهم، إنه اللينكينج ووردز بستعملهم عشان أعمل ربط في المعنى وأقلل عدد الجمل، شوف شو هم اللينكينج ووردز، شوف شو الأمثلة عليهم، هيهم أمثلتهم. موديول 2 والله قال لي يا مس بموديول 2 بده قاعدة present simple للفيرب تبعها فيرب 1، متى بستخدمها؟ لما بحكي فيها عن الحقائق والعادات والروتين، والبريزنت سمبل دائما بيكون الفعل تبعها فيه اس او اي اس اذا الفاعل مفرد، واذا ما في فاعل مفرد بضيف له الفعل مجرد لحاله، تمام؟ الفعل المساعد تبعه دو او داز حسب، اذا الفاعل مفرد هدول بستخدمهم للنفي وللسؤال. بعدين هون اجي اميز اليه النفي والسؤال، كله مطلوب منك انك انت تكون عارفه شو الكي ووردز لقاعده البريزنت سمبل. بعدين اجي اطلع على قاعده البريزنت كونتينوس، قاعده البريزنت كونتينوس يعني از ام ار والاي ان جي، ما بدنا ننساها، از ام ار زائد الاي ان جي، تمام؟ متى بستخدمها؟ لما بدي احكي عن شيء مؤقت يحدث في لحظه الكلام فقط، لما بذكر كلمه ناو او at the moment أو at the time of the speaking or something like this. انتبه كتير في موضوع إضافة الـ ing للفعل يا شباب، تمام؟ فهون رح ألاقي كل شيء بخص القواعد، إز مع المفرد، أم مع المتكلم، والآر مع الجمع. فرق ما بين قاعدة present simple و present continuous إنه present simple بستخدمها للتحدث عن شيء يحدث بشكل تكراري ودائم وروتيني أو حقائق زي إنه الشمس تشرق من الشرق، والبريزنت كونتينوس إشي بحدث في وقت الكلام ورح ينتهي. مثلا الآن أنا عم بشرح، مش رح أضل طول عمري عم بشرح بالحصة، صح؟ فهذا حدث رح ينقطع، أوكي؟ بينما أنا معلمة هذا حدث دائم، إني أنا معلمة هاي حقيقة، تمام؟ طيب نيجي هون، كان في عندك أمثلة على قاعدة البريزنت سمبل بريزنت كونتينوس. هون كان في عندك بده اياك تفرق ما بين قاعدة past simple و past continuous. past simple دائما يا مس تذكر فيها انه حدث صار وانتهى ومالوش علاقة بالحاضر، تذكر معها الكي وورد اللي هي past simple yesterday ago، انه سنة ماضية in the past previously whatever. past continuous دائما بتحب كلمة when وايل، ودائما كلمة الوايل والوين بتربط بين جملتين. ليه؟ لأنه قاعدة الباس كونتينوس قاعدة ضعيفة لا تستطيع المجيء بمفردها بالجملة، فبتحب دائما تيجي بتمسك بإيد حدا، الوين تحب تيجي وراها الفيرب تو، فبسبقها واز وير واي ان جي، ماشي؟ أما قاعدة اللي كلمة الوايل بتحب يجي قبليها الفيرب تو وبعديها بتحب يجي بالفراغ اللي بعديها دايركت واز وير واي ان جي. واز بتيجي مع المفرد والآي، والوير بتيجي مع الجمع. ضروري جدا انك تميز. مش شايفين الوين والوايل؟ والله لغاية الآن طلاب التوجيهي بتجيهم بالامتحان حدث مستمر بالماضي وبيجي حدث آخر بيقطعه اللي هو الباست سمبل. طبعا الفيرب 2 مطلوب منك تعرفه، انت اوريدي عارف شو هم الفيرب 2، قد يكون منتظم قد يكون غير منتظم، منتظم بضيف له دي او اي دي، غير منتظم اللي هو بكون انا حافظه حفظ، تمام؟ هون بعطيك شوية أمثلة على الباست كونتينيوس اقرأهم، يعني حلو جدا إنك أنت تتعرف على هاي الأشياء وبتنتهي عندك القواعد لهون، صفوا عندك أربع
قواعد رسميات مطلوبات منك. هلا بس تمسك ورقة الامتحان بس لازم تكون مرتب بالحل. انا برايي امشي ستيب باي ستيب، يعني اعطاك فقره مشي بالفقره، بعدين اعطاك سؤال قواعد امشي بالقواعد، بعدين اعطاك سؤال معاني بمشي في المعاني والى اخره لغايه ما اوصل لاخر سؤال. سكشن الرايتنج هو سكشن اختياري غير ملزم بانك انت يكون موجود بامتحانك، لكن انا مع التيتشرز اللي بيجيبوه بالامتحان. ليه؟ لان انا اوريدي بالتوجيه رح اكون حاطه لك، يعني بامتحان الوزاره حكون حاطه لك رايتنج، فحلو انا اتمرس عليه في هاي المرحله المتقدمه اللي انا وصلت لها، صرت صف ثامن يعني خلص هلا بدي اصير 9 و10 كل إشي مطلوب مني. تمام. مثل اللغة الإنجليزية، أأمل إنكم تكسروا هذا الحاجز. اللغة الإنجليزية لغة كتير سهلة، لغة كتير حلوة، بس بدها الطريقة للتعامل لحتى تتعامل معها، وكمان إنك أنت قادر، ربنا ميزك في عقل بشري غير عن كل الكائنات الأخرى لحتى تستخدمه في الطريقة الصح، بس بينقصنا الطريقة، فخلينا ندور على الطريقة الأسهل والأقصر والأسرع. كنت معاكم أنا أمل أبو مرجو من منصة جو أكاديمي، بوعدكم إني أنزلكم امتحان نموذج لمادة الامتحان، تعمل هيك أنت بعد ما تخلص تحله تجرب حالك إنك عارف تحل أو لا. And this is what I have for today's class. Hope you all the best and have a nice time. Good luck. إن شاء الله بأملكم علامات عالية وحلوة زيكم. يعطيكم العافية. Bye bye.